هلأ مع بعض مشاهدين الأعزاء رح نروح نشوف مشروع اسمه من جمعية أيدينا تتكلم، وهو مشروع ريادي للصم والبكم وجهاز تعقيم لقاعات التوجيه، اللي إن شاء الله يا رب إنه على خير بيوصلوا امتحاناتهم وهم سالمين، وبتكون هاي الأجهزة كمان وجه خير عليهم. هذا التقرير لزميلتنا فرح الجبور، خلينا نشوفه مع بعض. رجعي أنا أحكي عن طلابنا أنه في عهد كورونا أنهم قاموا بهذا الإنجاز استغلال أحسن الظروف بوقت الفراغ، وتم بالإنجاز في مدرسة حكومية قليلة الإمكانيات، وهذا الإنجاز هو إنجاز للوطن وهو في المنفعة العامة بالثانوية العامة، بحيث أنه إحنا نعقم في الطلاب الثانوية العامة الداخلين بأقل التكاليف، وهذا يسجل لوزارة التربية والتعليم والمدارس الحكومية على قلة الإمكانيات. التعليم عن بعد هو تعليم رائع جدا، ودخل يعني دخل الإبداع من خلال البيت ومن خلال الطالب، رغم التباعد الجسدي إلا أنه كان من التعليم عن بعد، هو كان تواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الإنجاز تم في عهد الحظر، وهذا بيدل أنه التعليم عن بعد هو كان تجربة رائعة بالأردن. كما تعرفوا احنا الايام القادمه ان شاء الله في عندنا امتحان الثانويه العامه. كمدرسه عندنا فريق اسمه اياتي تتكلم، ايادينا تتكلم. ارتأوا زملائي المعلمين والطلبه بابتكار عندنا الريبوت اللي يقوم على تعقيم الطلبه اثناء دخولهم للامتحان. طبعا مدرستنا هي الحاضنه لهذا الفريق المشارك، ومعنا شركاء ايضا في العمليه اللي هم الشرطه المجتمعيه مركز امن الماركه، بالاضافه لهيئه شباب كرم الاردن، والمدارس طبعا مدرسة الأمية الثانوية للبنات، ومدرسة الأكاديمية الاتحادية السمعية، بالإضافة مدرسة الكيني طبعا هي القائمة على المشروع والمستضيفة لهذا التدريب. قام فريق أيدينا تتكلم وبالشراكة مع هيئة شباب كلنا الأردن بتصميم روبوت نوع إيفي 3 من خلال قطع ليجو، وتم برمجة الروبوت للقيام بمهمة تعقيم الأيدي، وسيكون إن شاء الله مقدم إلى مدرسة الكندي لاستخدامه في امتحان طلبة الثانوية العامة، حيث سيكون هدف هذا الروبوت تعقيم الأيدي والحد من انتشار فيروس كورونا، وتم استخدام حساس مسافة لقراءة اليد، وتم استخدام ماتور للقيام بعملية الضغط على علبة التعقيم، وسيكون هناك ثانية بين كل طالب وطالب آخر لضمان عملية التباعد الاجتماعي ونحو بيئة آمنة. أنا الطالب محمد من مدرسة ماركة للتحديات السمعية. بفترة كورونا صار في عنا أفكار جديدة مع فريقنا، فكله بسبب دمج الطلب السامعين مع الصم.